شفنا الكابتن جمال حيمودي وقتها قال للكابتن عصام عبد الفتاح مفيش حاجة اسمها روح البروتوكول، ودي التعبير اللي اتقال بس عشان تبرر بيه إهدار حق للنادي الأهلي. كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي هو دلوقتي رئيس لجنة الحكام، زي ما شفنا الكابتن سمير عثمان اللي كان، الكابتن محمد فاروق اللي كان رئيس اللجنة لغاية من أسبوعين فاتوا، طلع امبارح أقر بحق الأهلي. كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي دلوقتي رئيس لجنة الحكام وقتها هو اللي أقر بحق الأهلي في كورة رامي ربيعة، نفكره. هذا الهدف الذي تم إلغاؤه للنادي الأهلي صحيح قبله؟ يعني أعتقد أن كل الآراء احنا سمعناها والإجماع على رأي واحد بس، أن حكم الفار ما كانش يجب عليه أن هو يتدخل في الحالة دي لأن دي مش من واجباته، وأن بروتوكول الفار نص على الحالات اللي يتدخل فيها حكم الفار وعلى الحالات اللي هو يمتنع فيها عن التدخل. طيب. للأسف هو طبعا ما كانش موفق وتدخل فيها حكم البار وخلاص يعني ولغى الجون، وطبعا الإلغاء غير صحيح. يعني هل هناك ما يسمى في كرة القدم بالبروتوكول وروح البروتوكول؟ طيب، في كتاب قانون بيتكون من 17 مادة، وبعدين في حاجة اسمها مصطلحات وتعريفات وفهرس وكل الكلام ده. يعني الحمد لله أعتقد أننا متابع، أعتقد أننا محاضر، ما سمعناش قبل كده عن حاجه اسمها روح البروتوكول. سمعنا عن روح القانون انما روح البروتوكول تحديدا لا، مفيش حاجه. واذا كان هيبقى في روح الماده الاولى وروح الماده الثانيه وروح الماده ال 17 الكلام ده لا مش موجود. الحمد لله وانا محاضر قريت المواد كلها مفيش حاجه من دي. الحمد لله ان انت اللي موجود دلوقتي. ايوه الحمد لله، انا عايز اسمع لك تفسيرك لما حدث. الحمد لله اطلع قول لنا لا والله ده في روح بروتوكول بس انا ما كنتش شايفها. اطلع قول لنا لا ده القانون بيقول كده، اطلع قول لنا في خطا. ما يحدث عندما يقول لك مش من حق الفار ومش موجود في مواد القانون ان الفار يستدعي من اجل هذه الالعاب، هذا خطا في تطبيق القانون، والخطا في تطبيق القانون يقضي باعاده المباراه. مش عايزين المسائل يبقى فرض الامر الواقع. عندما يحدث خطأ أنا مش هعمل حاجة بيقافل، أنت بتقول في خطأ. أنا نفسي مرة شجاعة الاعتراف بالواقع، لكن هنمشيها كده عشان نواجه الدوري يبقى معرفش. طيب أنا ليه بقول لكم دي مباراة غريبة؟ يعني رامي ربيعة بطل واقعة امبارح هو رامي ربيعة بطل الواقعة بتاعت 21-22 في الكرة اللي اتحركت. أيمن أشرف بطل الواقعة بتاعت 2021 لما طلع وجابها بدماغه، لما انتقل للبنك الآلي هو بطل واقعة 23-24. حاجة غريبة جدا، نفس الحكام بنفس اللعيبة بنفس الظروف، وفي كل الأحوال المجني عليه هو الأهلي اللي مهدرة حقوقه وفقا لآراء الفقهاء هو النادي الأهلي. موسم 23-24 الأهلي بيلاعب البنك الأهلي الموسم اللي فات على طول في غرفة الفار، الحكم محمد الحنفي والحكم في الملعب محمود البنا. طيب محمود البنا حكم المباراة، لمسة يد واضحة جدا انه بادي على ايمن اشرف وهو في البنك الاهلي، يعني وهو في النادي الاهلي تحسب عليه تلغي له هدف، لكن وهو في البنك الاهلي اكتسب الحصانة البنكية، اكتسب الحصانة البنكية فعليه هاندبول صريح ما يتحسبش، ضربة جزاء واضحة للأهلي ما تتحسبش، واللي سجل عليه الرأي ده الكابتن أحمد الشناوي. نشوف. عامل خطين، خط يعني التقنية عندنا برضو في الكنترول ناس يعني محترفة الحمد لله محترفة، زي ما أنت شايف أهو مين اللي معدي أكتر من الخط الأصفر؟ طبعا حسين الشحات، فبالتالي أكيد الحنفي على التقنية عمل الخطوط دي، بس كنت اتمنى ان هو يديها يعني هي فيها لمسه يد ولكن من البدايه الكوره تسلل. بص الايد، بص الايد، نرجع بص نرجع بص الايد، لا نرجع كمان شويه نوري الايد كانت الاول، لا ارجع كمان فريم، ارجع فريم، ارجع فريم. ايوه ايه بس الايد جوه اهي، بص الكوره لما بتتلعب الايد بتتحرك اهي بتطلع، اذا الايد راحت للكوره اذا لمسه اليد موجوده، ولكن لو كان احتسب كان على طول قرار تسلل. هيلغي بالتسلل. يعني كان النتيجه التعادل، مش عارف 2-2 ولا 3، كانت غالبا 3-3 ساعتها،
ضربه الجزاء دي كانت ممكن تتيح للاهلي ان يتقدم وتتغير التكتيك. انت في اخر المباراه ايوه انت اضطريت تندفع للهجوم فسبت وراك فراغات، خسرت المباراه دي بسبب الكوره دي، اثرت على سير المباراه ونتيجتها والتكتيك بتاعها. يعني انا عايز اعرف هو ليه القانون دائما يفسر مع النادي الاهلي بعكسه؟ اه يعني اللي لصالح النادي الاهلي لا يشك لصالح المنافس. لا مع الاهلي الشك لصالح المنافس، ده ما فيش شك. اه بتتجاهله اكنك مش شايفه. ايوه لكن انت لما يكون عليك غلط ارجع وهم في اوضه اللبس. يعني لا يمكن يا جماعه ده يكون وضع يعني 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 الحب والكره والغرض ولا هنخش في المراهنات تاني؟